للنقاش ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من القاهرة دكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة. أهلا بك دكتور إسلام. عبر خدمة سكايب من واشنطن بروفيسور طلال النصولي، أستاذ المحاضر في المناعة في جامعة جورج تاون في واشنطن. أهلا وسهلا. وعبر خدمة سكايب من القاهرة الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ مايكروبيولوجي ومناعة في كلية صيدلة بالجامعة البريطانية. أهلا بكم جميعا. دكتور إسلام، بصراحة لا يمكن بدء هذه الحلقة من دون لفت النظر إلى ما جرى في الجي 20 اليوم. صحيح أنها فيرتشوال يعني أو جرت عبر وسائل التواصل التكنولوجي، بس على أي حال كيف يمكن للدول التي رأينا أن لها قرارات جاءت متأخرة أو متخبطة في إنقاذ العالم في الجي 20 أو اقتصاداته من كورونا؟ تمام. اللي احنا شفناه في الاجتماع في الفيديو كونفرنس وحجم المبالغ اللي هتضخ تقريبا في حدود 5 تريليون دولار لانعاش الاقتصاد، هو يعني امر ان احنا نقدر نحاول الى حد ما نلحق الاقتصاد اللي ابتدى يتضرر. احنا اتاخرنا كثيرا في الاجراءات الاحترازيه عالميا. في رايي الموضوع ابتدى من منظمه الصحه العالميه برضه في التاخير اللي اتاخرته في رفع الاحترازات، بالتالي تبعياته كانت ان كل العالم اتاخر فتره بفتره. البلاد اللي ابتدت احترازات بدري هي البلاد اللي عرفت تلحق تنحصر في الكيرف بتاع انتشار الفيروس. شفنا في سنغافوره، في كوريا الجنوبيه ابتدوا ان هم يعملوا دراسات على التست على والانسبكشن تقريبا اول ما تفاقم وضع في الصين قبل ما يوصلهم الحالات. فبالتالي انتهى الاجراءات هي تاخرت كثيرا لكن لابد منها. لو كن بدري كان ضخ الاموال حتى يبقى اقل شويه. احنا شفنا مؤشرات البورصات العالميه في نزول ما سبقش من تقريبا سنه 87 من الازمه العالميه. فبالتالي يعني احنا بنحاول ناخد كل احترازاتنا لكن الوضع مش هينحصر الا بعد تقريبا في غضون اسبوعين او ثلاث اسابيع كمان. احنا لسه هنعاني من نفس الازمه وتصاعد الاعداد والاصابات تقريبا في حدود اسبوعين ثلاثه كمان، خصوصا في منطقه الشرق الاوسط. هذا تحديدا محور هذا النقاش، وسيكون لي نقاش مطول حول اقتصاديات كورونا وما الذي ستسببه على المدى الاطول، بس اشكر حضرتك انك بدات الحوار بهذه الطريقه. بروفيسور طلال النصولي، التفاوت بين الدول والمحطات التي يصلها كورونا هل له علاقه بالمناعه ربما؟ يعني ما هي العناصر التي يمكن الاستناد اليها في نظرتنا انه دول تتاثر به بشكل مرعب، دول اقل قليلا، والمسافات الزمنيه بين انتشاره من منطقه الى اخرى، من الصين لاوروبا للولايات المتحده للشرق الأوسط؟ ما في شك هذا سؤال كويس جدا، وفي كتير ناس عم بتسألوا لماذا هذا حصل، خصوصا الشيء اللي شفناه اللي حصل في إيطاليا، ميلانو ونورث أوف إيطالي، شمال إيطاليا، وفي غير محلات كمان. الشيء اللي مهم جدا كمان واحد يعرف أنه هذا الفيروس بيعدي جدا، والشيء اللي صار بإيطاليا هو أنه كان في عدد كبير، كان المدة السياحية كان في عدد كبير من السواحين جايين من الصين بالمنطقة هذه، عدد كبير جدا. يعني هلأ طلعوا statistics كانوا موجودين هناك، وهذول جايين وجايبين معهم الفيروس maybe during the incubation period. في منهم كانوا مريضين، في منهم ما كانوا مريضين لأنه كان في وقت الحضانة. مثل ما بتعرف وقت الحضانة الواحد بيحمل الفيروس وما عنده أي سيمتومز، ما في عوارض. مظبوط. وصارت تطلع الأمور بمحل أكثر من الثاني لأنه حسب العدد الناس المسافرين اللي يجوا من برا. كمان بده يعرف الواحد أنه مثل ما قلنا بالماضي أنه في الكورونا فيروس 19 في نوعين منه، في عندك الـ والـ S. الـ هو عاطل جدا وبيعمل أمراض كثيرة في القلب وبالريات وكذا، الاس اقل ضرر منه. فمش عارف مين يعني نحن بالفعل نتحدث عن سترينز او فصائل مختلفه لكورونا او نوعين. مزبوط، هذه هي. وبس المهم كثير الشيء اللي صار بايطاليا واضحه انه اجوا كان في سواح بعدد كبير جدا من الصين وهم كانوا متعرضين منه من الصين، مش عارفين مساكين ما انه الحق عليهم، فهمت علي كيف؟ وصارت القصه. انا السنه الماضيه كنت بالصين بالمنطقه هذه، كثير في سواح بيجوا من الصين وبياخذوا صور وبشغرات وكذا، وقت منيح الاقتصاد التلياني، بس هذه برمت على كارثه كبيره بوقت الحاضر. نعم دكتور. محل ثاني كمان باسبانيا كمان نفس الشيء، بتعرفي اسبانيا كمان محل
السواح بيروحوا لهونيك، وفي امور ثانيه، في ناس تاخروا يبلشوا يسكروا المرور، الاغلاق التام للبلاد. طيب دكتور صح. دكتور عبد الجواد هاشم، لما تقل المعلومات تكون هناك بيئه خصبه للشائعات، ومن كثير ما سمعنا عن التفاوت بين الدول سواء في التوقيت او في اعداد الاصابات او في اعداد الوفيات، نتمنى السلامه للجميع. كان هناك حديث اولا عن مناعه المجتمعات، عن كون المجتمع مجتمع مسن او مجتمع شباب، عن درجات الحراره في الدول التي ينتشر فيها الفيروس الى اخره. ما الذي يمكن ان نتحقق منه علميا حضرتك الان، وما الذي لا يزال في إطار الشائعات غير المؤكدة أو غير المثبتة علميا؟ هو في الحقيقة الكلام اللي انت بتقوليه يعني جاب الإجابة المطلوبة. يعني أنا عايش في القاهرة وشايف الحالة بالرغم أنه في إشاعات لكن ضعيفة جدا جدا جدا، لأنه لغاية دلوقتي إجراءات الحجر محدودة ومعظم الناس بتروح شغلها الصبح، يعني يمكن الإجراءات الفرد دي بعد الساعة 7 بالليل، وبالتالي معظم الناس شايفة الحالة على الواقع، ومواقع التواصل الاجتماعي كمان بتسهل قوي قوي ان كل حاجة بقت كلير، الناس كلها عارفة ايه اللي بيحصل بالظبط. لكن برضو لازم نعرف انه الرعاية الصحية في دولة زي إيطاليا أو أسبانيا أو إنجلترا أو فرنسا، الرعاية الصحية عالية جدا، وبالتالي متوسط العمر ارتفع. متوسط العمر لازال في الدول اللي احنا فيها اللي هي الدول النامية صغيرين، وده بيخلي المناعة بتاعتهم أعلى نسبيا. الفيروس ده على فكرة سرعة الانتشار بتاعته عالية جدا، يعني highly communicable، لكن الفيرولنس او عوامل الضراوه فيه ما هياش عنيفه، لكن ما هياش عنيفه جدا. وبالتالي الشباب لما بياخدوا الفيروس ده، لما بياخد بكميه صغيره من الفيروس هو بيكتسب مناعه. وبالتالي طيب يعني هل يمكن الذهاب يا دكتور انه كورونا في وقت ما سواء الان او لاحقا سيصبح مثل امراض ان يعرض لها الشخص لمره يحصل على المناعة ولا يصاب بالمرض مرة أخرى؟ برضو ده كان من الأسئلة والشائعات التي أثيرت الفترة الفائتة أنه هذا لا يحدث، وأنه الشخص المصاب بكورونا قد يصاب به مجددا سواء في سترين جديد، في جيل جديد إذا ما طور نفسه، أو بنفس الفيروس. لا، كجيل جديد نفس الفيروس ده. يعني هو في المتوسط احنا لو نعرف انه الكورونا الثلاث سلالات اللي ظهروا 2003 2012 2020 الفرق حوالي 9 ل 10 سنين، متوقع انه الميوتيشن ريت او الطفرات اللي بتحصل في الفيروس ده هتبقى كل 10 سنين. ولكن السلاله اللي انتشرت حاليا وخصوصا انها انتشرت على مستوى العالم كله، خلاص الهيرد اميونيتي او مناعه القطيع زادت. طيب فاحنا عندنا هنا شت. على ذكر قضية مناعة القطيع دكتور إسلام عنان، لما ننظر إلى الأنظمة الصحية في أمرين في الواقع، الأنظمة الصحية ومدى الميزانية المخصصة في الدول التي وصفت نفسها بالمتقدمة في وقت ما على البحث العلمي، ما الذي نتعلمه درسا من كورونا بهذا الإطار؟ ضبط الاقتصاد وتحديد الأولويات. سؤال ممتاز يا أستاذ رشا، سؤال ممتاز. وهريفير هنا للاقتصاد العالمي بيوزع البحث العلمي قد ايه والشرق الاوسط قد ايه. احنا في بلادنا في الشرق الاوسط احنا متوسط الميزانيات الصحه تمثل في حدود ما بين 2 ل 4% من الناتج القومي المحلي بس فقط لا غير. حتى في البلاد المتقدمه المخصص للصحه برضو قليل نسبيا، حتى البلاد المتقدمه احنا بنتكلم لغايه 17% مخصص من الناتج القومي المحلي الجي دي بي، برضه يعتبر قليل. البحث العلمي القائم حاليا متروك تماما للشركات، فالشركات بتقوم البحث العلمي على حسب مقياسين، بس المقياس الاول هو مقياس البروفيتابيليتي الربحيه. فبالتالي كل الانفستمنت وكل الفلوس اللي بتضخ في البحث العلمي، اللي هي كل شركه من اكبر 10 شركات في العالم يعتبر ميزانيه البحث والتطوير الريسيرش اند ديفلوبمنت قد ميزانية دولة صغيرة، لكن كلها بتروح في اللي احنا بنسميه دايما اللارج موليكيولز اللي هي الأدوية البيولوجية اللي هي غالية الثمن واللي هي بتجيب أرباح هائلة. فبالتالي احنا زي ما تفضل دكتوري بروفيسور عبد الجواد، الأمراض الكوميونيكبل اللي هي بتنتشر إلى حد ما
زي حتى الملاريا قبل كده، الانفستمنت والبحث والتطوير بتاعها بطيء وضعيف. فاحنا محتاجين نعيد اولوياتنا تاني في البحث والتطوير، محتاجين الدول يبقى ليها دور، ما ينفعش نترك كل البحث والتطوير للشركات الخاصه، محتاجين ان احنا نحط اولويات على حسب العبء الاقتصادي من الامراض. احنا ما كناش بنبص تماما على العبء الاقتصادي بتاع كل مرض عامل ازاي على البلد، بالتالي نبتدي ان احنا نخصص ليه ميزانيات. الميزانيات كلها بتروح في الخمس ست بنود المعروفين طبعا في على مستوى العالم، سواء هي الفكره يا دكتور اسلام هي تصدير وهكذا. تصدير قضايا مثل الارهاب مثلا على خطورته طبعا، وكلنا احترام لذلك طبعًا. على اعتباره قضيه امن قومي، بينما القطاع الصحي، القطاعات الصحيه في الدول حتى المتقدمه معظم التقليص في الميزانيات يحدث فيها حاليا، بريطانيا مثالا على ذلك، وبالتالي القطاع الصحي الى اي مدى هو مهم واعتباره قضيه امن قومي درسا ربما نتعلمه الفتره القادمه. طبعا يعني بذكر انجلترا مثلا، انجلترا بكل القوه بتاعت ال NHS لوزاره الصحه في بريطانيا، الويتنج ليست في مليون شخص حاليا موجودين على الويتنج ليست في انجلترا مستنيين ان هم يعملوا اجراءات جراحيه اللي هي التيرشري اللي هي الثلاثيه اللي هي حاجات متقدمه. فبالتالي مع كل تقدم الدول احنا شايفين ان اول بند زي ما حضرتك اشرت بالظبط بيبتدي يتقلص هو الصحه والتعليم، اللي هم البندين احنا لو فكرنا دول اهم تو برودكتس موجودين في اي بلد في العالم. انت بتنتج صحه بتنتج تعليم، لو دول صلحوا الاقتصاد كله صلح، لو دول باظوا الاقتصاد كله هيقع مهما كنت بصرف في بنود اخرى. فبالتالي متهيألي العالم بعد كورونا محتاجين ان احنا نعيد اولوياتنا كثيرا في المخصص الطبي بالنسبه للناتج القومي المحلي بتاع كل بلد. بس نصل الى ما بعد كورونا، يعني حديث كله عن من الذي سياتينا، نصل لابريل، اللهم بلغنا ابريل على اي حال. امين يا رب. بروفيسور طلال النصولي، الى اي مدى يمكن النظر الى الفوارق بين الدول الاوروبيه؟ مثلا راينا مثلا دوله لفتت نظري اليوم كثيرا، بيلاروس، ليست لديها أي إجراءات تحسبا لكورونا لأنه لم تظهر لديها حالات، أو هكذا يعلن لم تظهر لديها حالات بعد. كيف يمكن أيضا الاستفادة من تجارب الدول التي استخفت بفكرة الفيروس ووصلت إلى الحالة الكارثية التي وصلت لها إيطاليا وفرنسا وسويسرا وربما بريطانيا قادمة في الطريق؟ لكن هلأ نحن في شغلة بدي أقولها، سؤال مهم جدا. هلأ عنا فوق نص مليون شخص مضروب بالكورونا فيروس وعدد الأموات فوق 25,000 ناس توفوا وبعدنا طالعين لفوق. المشكلة هي أنه في كتير ناس اللي صغار بالعمر مش كبار بالعمر، يعني young people teen ager، بيقول لك هذا مثل الفلو مثل الانفلونزا مش مشكلة. العالم لازم تعرف أنه ما عنا أي مناعة لهالفيروس، نمبر 1 ما في مناعة، نمبر 2 هذا بيعدي جدا 100 مرة يا 1000 مرة أكثر من الانفلونزا، نمبر 3 ما في عنا علاج له، نمبر 4 بيؤدي للقتل، معقول in 2 or 3% حسب يا 5%، ونمبر 4 ما عنا لقاح له. فهذه شغلة مهمة جدا انه المستمعين يفهموها، انه اهم شيء الوقايه واحد يعملها ونكون حاضرين، مش المرتجيش اللي بده يصير. هلا السؤال اللي سالتيني اياه انه كيف بيقدر واحد يضغط هالامور هذه، في ناس اخذوا قرارات سريعه منعوا الناس التجول يبقوا بالبيت، وفي ناس كان عندهم امور مشان تعمل بريفنشن الوقايه الكول والكمامات وكانوا يلبسون ويحطون، وكان في ناس ما اجوا كثير ناس من برا. هلا اكثريه الكول والكمامات وكانوا يلبسون ويحطون، وكان في ناس ما اجوا كثير ناس من برا. هلا اكثريه الامور اللي ما بنفهمها رح اقول لك هي شو جواب، وعملنا امبارح دسكشن مع الناشونال انستيتيوت اوف هيلث عن طريق بروفيسور توني فاوتشي، انه الامور اللي عم تصير بتخربط كثير هن الناس اللي جايين من برا، اكيد جايين يزوروا محل ولا موجودين محل وجايبين الفيروس معهم. ما في شك مثل ما تفضل البروفيسور الطبيب اللي كان بيحكي هلا قبل، انه اذا واحد كبير بالعمر، اذا واحد عنده سكري، اذا واحد عنده مشاكل بالقلب، اذا واحد بيسكن بالسيجاره عنده سي او بي دي، انتبهت لي كيف؟ اذا واحد عنده مشاكل بالقلب، هذه كلها بتزيد عليها نورمالي مع الاعمار، بس لازم يعرفوا حتى الشباب. يعني اليوم بنيويورك في شاب عمره 22 سنه وكان صحته ممتازه، وفي المغرب وفي سويسرا هذه الحالات الواضحه جدا هذا الاسبوع ما دون ال 30. مزبوط. وبعدين شغله واحده بدي اقولها، انه العالم لازم تفهم انه لهلا نحن بالطب، يعني عفوا تقول الطب فينا نقول فشل، مع انه انا ما بحكي بالفشل، لهلا ما عندنا دواء. المريض اللي حالته بالويل بنفوته على المستشفى بيعطوه مصل، اذا صار معه مشاكل بيحطوا له التوب، بيعملوا له انتوبيشن، اذا ما بيقدر يتنفس بيحطوا له الفنتيليتر والاتكال على الله. طيب كيف عم تصير هيدي؟ لازم الادوي يبلشوا بسرعه
اكسلريتد بروجرام، والرئيس ترامب عطى هلا مصاري كفايه تعملوا اكسلريتد بروجرام، وفي ناس بينتقدوا دراسات. في دراسه اللي طلعت من فرنسا فرجت الهيدروكسيكلوروكوين مع الازيترومايسين دي نمبر 6 نزل على الصفر كومبليتلي، الفيروس اختفى من الانف اطلاقا. الناس اللي رفضوا ياخذوا الدواء يدل عم يطلع عندهم الوف الكولوني من الانف تبعت التيو بهيدي التيب اوف ذا ايسبرغ، يعني الايسبرغ كبيره، لازم نكون اوبن مايندد. مش انه فرنسا عملتها ما بنحكي معهم، الصين عملتها هذه دراسه من شيء ست اسابيع على 100 شخص فرجت انه الهيدروكسيكلوروكوين نزل كثير. هلا لهم اعراض جانبيه ما في شك، اذا واحد معه مشاكل بالقلب ومعه اريتميا وقلبه ما بيخسر بيعمل له اريتميا بيكون مخطر، بس لازم طبعًا. بقى نعمل كمان الريمديسيفير دواء ثاني، في عندك كاليترا كمان عم يشتغلوا عليه، وفي عندك المونوكلون انتي بوديز، ولازم يسرعوا بهالهدول. انا عامل فوق ال 120 دراسي، تاخذ 6 اشهر على ليل الدراسي، ما فينا ننطر 6 اشهر، اذا انطرنا 6 اشهر العالم كثير بدهم يموتوا. طب شو لازم يسرعوها بكل بلدان العالم ويشتغلوا سوا مشان نحافظ ونقدر نوقف هالكارثة. كان لي لقاء مع دكتور إسلام قبل عدة أيام، وهو تحدث عن أنه ربما ينبغي الإسراع بالأربع خطوات اللازمة للتوصل إلى أي مصل لضغطها في مدة 12 إلى 18 شهر على أقصى تقدير. طيب بروفيسور عبد الجواد هاشم، لما نتحدث عن المناعة وكيفية اكتساب المناعة الطبيعية، ينبغي أيضا نتحدث عن الاختبار التستينج الذي ربما هناك إشارات واعدة أنه ربما سيكون بمتناول اليد للأشخاص في المنازل في عدد من الدول. كيف يمكن التصرف حتى يتم التوصل إلى أخبار إيجابية مضمونة يا دكتور عبد الجواد، كي نصل إلى مرحلة من حماية الذات على الأقل، أو حماية يعني من نستطيع أن نحمي؟ هو بس في البداية استكمالا لكلام الدكتور، حاليا في مجال الصيدلة أصبح في ترند جديد أنه أعمل حاجة اسمها Repositioning of drugs، إعادة تموضع للأدوية. إعادة التموضع للأدوية ده معناها أنه دواء عدى الكلينيكال ترايلز واصبح دواء سيف، ليه سايد افكت ولكن دواء سيف، في ناس استعملته وعلى لارج سكيل زي الهيدروكسيكلوروكين ومجموعه الادويه اللي قالها الريمديسيفير والابيجان، دي كلها ادويه استعملت واتعملت لها كلينيكال ترايلز. فالسرعه دلوقتي ان احنا اذا كان دواء اتعمل له كلينيكال ترايلز ده يفضل ان وده ابتدوا بيه فعلا طبعا، زي ما اتقال الهيدروكسيكلوروكين مع الازيثروميسين. بالنسبه للمناعه، المناعه ضد الفيروسات دي برضه عشان نبقى واضحين، الفيروس ده فيروس لوكال، لوكال يعني بيصيب الجهاز التنفسي. اصابه الجهاز التنفسي على السطح نوع الاجسام المضاده، يعني نوع الاجسام المضاده اللي بتطلع في الاي جي جي والاي جي ام اللي هم بيعملوهم دلوقتي تيست سريع قوي قوي قوي، كت كده صغيره ممكن تعملها في البيت. انما الاي جي اي اللي بيطلع على الجهاز التنفسي ده نوع من انواع الاجسام المضاده، وده عمره قصير، يعني حتى المناعه اللي احنا هنكتسبها هي مناعه قصيره الاجل. المناعه الحقيقيه ضد الفيروسات دي هي المناعة الخلوية. وعلى فكرة بقى المناعة الخلوية دي هي المؤذية، لأنه الفيروس ده بيحصل له استنساخ داخل الخلايا، الجسم ما يقدرش يدخل، أو الطبيعة ما بيفيش أنتي بوديز أجسام مضادة تخش جوه الخلايا دي. فبيبقى الحل الوحيد إن احنا نحمي نفسنا منه إن احنا بنهاجم الخلايا المصابة وندمرها. ده نوع من المناعة اللي هو المناعة الخلوية، وهي دي سبب من أسباب الأذية اللي موجودة فيه وزيادة نسبة الوفيات، إنه بيحصل التهاب عنيف قوي. لو في اوريدي التهابات نتيجة بقى التهابات في الكبد، التهابات في القلب، التهابات في الكلى، سكر وبيوريتس، ضعف كمية الدم اللي رايحة للمخ، وإلى جانب بقى طبعا إن الالتهاب الرئوي بيقلل تبادل الاكسجين، وبالتالي وظائف الاعضاء المهمه اللي انا اتكلمت عليها دي كلها هيقل، وهي اصلا فيها مشاكل، ضعيفه فيها مشاكل، هو ده اللي بيزود نسبه الوفيات، ما يسمى بالاندرلاين كونديشنز. انا يعني دائمه الشكر والامتنان لحضراتكم، واتمنى ان تكونوا معي كل يوم في الواقع. عبر خدمه سكايب من القاهره دكتور عبد الجواد هاشم، استاذ مايكروبيولوجي والمناعه في كليه الصيدله بالجامعه البريطانيه، شكرا جزيلا لحضرتك. عبر خدمه سكايب من واشنطن بروفيسور طلال النصولي، استاذ المحاضر بالمناعه بجامعه جورج تاون في واشنطن، شكرا جزيلا لحضرتك. والدكتور اسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحه وانتشار الاوبئه في القاهره، اشكر حضرتك، شكرا جزيلا.